نموذج للمرأة الناجحة في شتى المجالات الرياضية والسياسية. هي النائبة البرلمانية أميرة أبو شقة وإحدى بطلات الرماية في مصر. أميرة أبو شقة حصدت العديد من الميداليات والمراكز في عدد من البطولات المحلية والإقليمية والدولية، وتشارك في بطولة العالم للرماية المقامة حاليا في مصر باعتبارها إحدى بطلات الفراعنة في اللعبة. النائبة أميرة أبو شقة بطلة مصر وإفريقيا، حصدت العديد من الألقاب والجوائز، ومثلت مصر في عدد من البطولات العالمية. وحصلت أبو شقة على بطولة الجمهورية للرماية، وحصلت فيها على المركز الأول في لعبة رماية السكيت في 2018، واستطاعت أيضا الحصول على فضية البطولة الإفريقية للرماية على الأطباق السكيت بالمغرب. النائبة البرلمانية والبطلة الرياضية أعربت عن سعادتها كونها داخل أعرق البرلمانات في العالم، مجلس النواب المصري، وبطلة مصر وإفريقيا، للتأكيد على أن عضوات البرلمان يمثلن ويشرفن مصر نيابيا ورياضيا في كافة المحافل الدولية، ويرفعن اسم وطنهن الغالي في كافة الميادين. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. احنا مشرفانا في الاستوديو نموذج جديد على او نموذج بينفي فكره ان اللي ناجح رياضيا مش بالضروره يكون ناجح في بقيه مناحي حياته. احنا مشرفنا في الاستوديو نموذج للمراه الناجحه سياسيا وايضا رياضيا، النائبه البرلمانيه اميره ابو شقه، وهي ايضا بطله مصر في الرمايه. صباح الفل على حضرتك، سعداء ومتشرفين بوجودك معانا. أنا سعيدة جدا بقى بشكل يعني خاص. أنا مبسوطة جدا إن احنا في مصر يعني مؤخرا، طبعا ده على مدار التاريخ، ولكن مؤخرا أصبح هناك يعني نماذج عديدة، لأن كمان القيادة السياسية اهتمت جدا بهذا الملف وتمكين المرأة سياسيا ورياضيا، خلينا نقول، وده الميكس أو المزج اللي احنا هنعمله في الفقرة دي. نموذج رائع جدا للمرأة المصرية. وأنا معلش مش عايزة أخش على طول على الرياضة، ممكن نخش على البروفايل. أميرة أبو شقة أولاً عائلة كبيرة جداً وفي القانون كمان، وأنا سعيدة لأن أنا كمان باك جراوند بتاعي قانون. فخلينا نبدأ من هنا النشأة، وبعدين تدريجياً بقى الرياضة بدأت إمتى، حبك للسياسة بدأ إمتى؟ أولاً أنا بشكركم على الاستضافة الجميلة دي، وتأكيداً لكلام حضرتك المرأة في مصر طول عمرها ناجحة، ولكن كان محتاجة فرصة. صحيح. وأخيراً حد سمع صوتنا، القيادة السياسية أخيراً أدركت أن المرأة المصرية تستطيع أنها تقوم بأكثر من دور. فدي فرصة، وكون أن أنا قاعدة معاكم هنا أخيراً وصلنا أن صوتنا بقى مسموع. بالنسبة لي أنا النشأة بتاعتي طبعاً أنا في بيت سياسي، والتعليم الحمد لله وحصلت على أكثر من شهادة متنوعة. بدأت بالأدب الفرنساوي، أدب فرنسي، ومروراً بإدارة الأعمال والإحصاء، ومروراً برضو بالاقتصاد والسياسة، وأخيراً وليس أخيراً أنا عندي امتحان بعد بكرة في سنة رابعة حقوق. لازم بقى نكمل مسيرة العيلة. لا ده مش الأخير، إن شاء الله يبقى في محطات تانية. ولكن أنا تربيت في بيت بيحب العلم وبيقدر العلم وبيقدر قوي قوي اللغة العربية. يعني حتى لما بنبقى في البيت ومعايا اصحابي او كده بيبقوا بيضحكوا لان احنا بنتكلم بلغه عربيه، فبيحسوا ان احنا ايام الجاهليه. فاحنا بنحب اللغه العربيه وبنقدرها، وحتى دعينا في البرلمان ان رئيس البرلمان الحالي بيدعو الجميع ان احنا نتحدث باللغه العربيه وبلاش المصطلحات اللي هي الانجليزيه. فده المجال التعليمي. بالنسبه للمجال الرياضي، انا يعني طول عمري بلعب سكواش وركوب الخيل، وفي الاخر قررت ان انا احترف. الكلام ده مش في الاخر، ده من 20 سنه احترف لعبه الرمايه. وهي لعبه طبعا النهارده هنتكلم عليها باستفاضه، ولكن هي لعبه جميله جدا جدا جدا، وليها مميزات غير الرياضه في الثبات الانفعالي وفي السيطره على حل الازمات. لان حضرتك انت عارفه الرمايه ده طبق متحرك، ممكن يطلع بالهواء وينزل بالهواء، يتحرك ما يطلعش خالص، حضرتك بيبقى معاكي اداه قاتله اللي هي البندقيه. فازاي تتحكمي في اعصابك قبل خروج الطلقه، ازاي تسيطري على الوضع لو حصل اي مشكله. فهي من اكتر الحاجات اللي ساعدتني هو التفكير خارج الصندوق زي ما بيقولوا. حلو. واداره الازمات. فده على المستوى الرياضي. حلو جدا. اولا انا سعيد جدا باهتمام الاسره بالكامل عند حضرتك باللغه العربيه، واللي يعني
انتهكت كتير قوي في الفترة الأخيرة، وخصوصا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبقينا نشوف ونقرأ تعليقات أو بوستات أو تويتات مثلا من ناس المفترض أن هم ناس متعلمين كويس جدا، لغة عربية ما أنزل الله بها من سلطان ما خصهاش، فطبعا دي حاجة تحترم جدا. عندي فضول أعرف هو تركيبة شخصية حضرتك من النوع اللي ما بتكتفيش بشيء، يعني لما فكرتي تدرسي جيتي واخده لك 4-5 مجالات مختلفة، لما فكرتي تمارسي رياضة لعبتي لك 4-5 رياضات مختلفة وبشكل احترافي، فواضح ان انت عندك نعم في الحصول على المزيد من الخبرات مثلا او المزيد من النجاحات مثلا، بتفكري في الموضوع ده ازاي؟ انا يعني من الناس اللي بتعتقد ان طول ما الانسان على قيد الحياة فهو يأمل في النجاح، والنجاح في مجالات كتيرة قوي، لان ربنا بيدي الانسان نعمة يعني المهارات متعددة، وبرضو بأكد على حضرتك هو المهارة بتطلع لما بيبقى فيه تشجيع أيوة. من الأسرة، تشجيع من الدولة، تشجيع من المحيط. يعني حضرتك بطولة العالم للرماية أنا بتكلم بمنتهى الشفافية، وأول مرة في حياتي أنا شاهدت بطولات كتيرة جدا أشوف بطولة بهذا التنظيم. وزارة الشباب والرياضة اللي عملته ما تعملش في بطولة طبعا في ظل كورونا، يعني 30 دولة ناس أجانب شاهدوا لنا جميعا بتنظيم مشرف، تنظيم على 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 مجال مثلا الاتحاد الرماية، نادي الصيد اللي أقام البطولة. احنا بنسافر بطولات كتيرة قوي في أماكن ساعات ما بنضيعش لأماكن نقعد فيها. كل صغيرة وكبيرة اتعملت في البطولة دي كانت يعني بتكلل بالنجاح، الناس كلها كانت مصممة تنجح البطولة. فطول ما حضرتك عندك ناس بتشجعك لازم تسعى في النجاح على كل مستوى حضرتك بتدخل فيه. طب عايز اسال حضرتك بقى، لو هنتكلم عن الرياضه دي تحديدا لان هي برضو رياضه مش فاميليير هيقول لك للمراه، يعني الرمايه لا، يعني حتى في نادي الصيد انا وحضرتك في نفس النادي يعني مع بعض، لما بنروح صحابنا كلهم تقريبا بنسبه 95% رجال والباقي سيدات، فاشمعنى الرياضه دي برضو تحديدا اللي شدتك؟ هي فعلا رياضه الرمايه في مصر، ولكن في العالم السيدات ممكن تبقى اعلى كفاءه من الرجال فعلا. بس احنا في مصر عشان الـ يعني المجتمع والتقاليد بتاعتنا بيعتبروا ان المراه الصعيديه والمراه هي، وانا صعيديه وبفتخر ان انا من اسيوط واجدع ناس، انا بفتخر جدا ان انا مراه صعيديه، فهم بيعتقدوا ان المراه يعني السلاح بالنسبه لها مش هوايه. ولكن احنا في مصر بدا بقى بنحاول دلوقتي نطلع مدارس للناشئين والناشئات المصريين، فالمنظور بدا يختلف كوي. بدا يختلف بيكو، يعني الاعلام لما بيبدا يسلط الضوء على رياضه زي رياضه الرمايه يقول يا جماعه دي رياضه واهدافها وايه مميزاتها وازاي هي المراه ممكن تبدع فيها وممكن تصل لاعلى المراكز فيها، بيبدا الناس يعني بعد البطوله دي كم الناس اللي اتفرجوا علينا في النادي كله جاي يقول لي هو حضرتك ممكن نيجي ممكن نتدرب، وكتير جدا بدأوا يتواصلوا معايا، وإن شاء الله بعد البطولة دي هتلاقوا طفرة في رماية السيدات المصري يعني إن شاء الله. إن شاء الله. طيب واضح تماما إن حضرتك مش في نيتك إن العمل السياسي ولا البرلماني ياخدوكي من الرياضة وعالم الرياضة، صح برضو ولا الكلام مش مظبوط؟ بص حضرتك أنا يعني علم الإدارة طلعت منه وعلمني كيف أدير الوقت، لأن أنا ممكن في ساعة أعمل حاجة ما أعملهاش في 10 ساعات. صح. فهي الفكرة في تنظيم الوقت والأهداف، حضرتك عايز إيه من وقتك؟ وكل مقام مقال، يعني أنا دلوقتي عايزة في البرلمان بحضر للي هقوله، بركز جدا في البرلمان، أنا في الرياضة ببقى بطلع البرلمان، لأن حضرتك عارف الرماية محتاجة مش تركيز كل لحظة، لأن يعني هي طبق بيتحرك، فلازم طبعا. لحظة خروج الخرطوشة أو لحظة خروج الطلقة بيبقى ذهنك صافي، ما ينفعش تفكر في اي حاجه. فالبرلمان مش عارفه اقول لحياتك انا سعيده بيه ازاي، والبرلمان دلوقتي المراه بقى ليها صوت اخيرا، احنا بنفتخر، احنا طول ما احنا قاعدين في الجلسات بنبص لبعض يعني بنغازل بعض من كتر ما احنا مبسوطين ان بقى المراه ليها دور. فلا دي فرصه ما حدش يعني ده لازم حد يقتنصها بقى بلغه الرمايه، ان احنا ازاي نستغل البرلمان ده في التعبير عن قضايا المراه، لان المراه يعني انا ضد موضوع نص المجتمع، احنا مش نصين، المجتمع هو صح مجتمع. انا بحب اقول ان المراه هي قلب المجتمع ونبضه وروحه، لان هي بتعبر عن قضايا المجتمع ككل، والرجل هو يمثل برضو جزء من هذه القضايا. طب والله ميرسي جدا. لا جزء اساسي. والله ميرسي جدا. جزء اساسي. احنا تعبينكم معانا والله بالفتره الاخيره. لا جزء اساسي. فانا بالنسبه لي البرلمان طبعا يعني ده تحدي،
وإن شاء الله بإذن الله هنثبت لكل من راهن علينا كامرأة في البرلمان وفي أي مجال راهن على المرأة المصرية إن إحنا قد التحدي ده وأكتر بإذن الله. والله العظيم أنا مبسوطة جدا. أنا بجد سعيدة بالفقرة دي. ما عنديش شك في كده. أصل حضرتك بتتكلمي زي اللي أنا بحسه، فبجد هو ده. وده إحساس كل المرأة في مصر كان نفسها توصل صوتها، وكان كان بيتم التعامل معاها بتجاهل. أيوة. دلوقتي أخيرا أي مرأة بتتكلم بينظر لها بأهمية وبجدية، وإن موضوع أيا كان موضوع هو في مجاله إيه بيتم يعني استيعابه بطريقة كويسة. نتمنى كمان ده يكون ظاهر بشكل كبير في بقى المدارس وفي النشء، إن الثقافة دي تبتدي، لأن في للأسف يعني سيدات بيربوا بناتهم بشكل اللي هو لا أنت آخرك مثلا هنا، ما تعديش ما تطمحيش لأكتر من هنا. دي الثقافة اللي لازم تتغير، فإحنا نتمنى إن إحنا غيرنا دلوقتي زي ما بيقولوا الوش، لازم كمان نبدأ من جوه نغير الثقافة في المدارس الأطفال والنشء. ما هو الأطفال لما بيلاقوا نموذج الأم والمرأة والأسرة المصرية على هذا النهج هيضطروا ان هم، او بالعكس ده هم يبقوا مبسوطين، يعني رول موديل او نموذج يحتذى به على الأطفال. فهم بالعكس انا شايفة ان الأسرة المصرية الحمد لله بدأت الوعي بقى، الوعي يزيد واكتر في يمكن في الصعيد، وانا بأكد على الصعيد لان انا صعيدية وجاية اتحدث يعني من نبض صعيدي بحت. لا يعني حضرتك الصعيد أجمل وأفضل وتعليم عالي جدا وبيطلع منهم نوابغ في الصعيد، فلا يعني إن شاء الله تنتظر المرأة المصرية الفترة الجاية بإذن الله. جميل. طيب بحكم أن حضرتك رياضية محترفة وبحكم أن حضرتك حاليا برلمانية، فأكيد عندك تحفظات على أمور ما في الشأن الرياضي، وتحبي أن أنت يبقى لك يعني إسهام ما أو يد ما في تعديل الوضع اللي مش مظبوط فيها، ففي ملفات معينة سواء في دنيا الرماية الرياضة دي بصفة خاصة أو بشكل عام في عالم الرياضة، إيه التحفظات اللي عندك واللي حابة أن أنت تساعدي في تغييرها من خلال وجودك تحت قبة البرلمان؟ بص حقيقة أنا في لجنة الطاقة والبيئة، ولكن ده لا يمنع أن أنا لو في أي يعني أي حد في لجنة وبيرى حاجة تانية من غير المجال اللجنة بتاعته طبعا بيتواصل مع اللجان الأخرى وبيعرض فكرته، لأن أنا كبرلمانية مش مختصة بلجنة بعينها يعني. ولكن الرياضة في مصر أي رياضة أي مجال أو أي رياضة في العالم بيبقى فيها مشاكل، يعني كون إن احنا بنتدارك المشاكل ده أول الحلول ليها. هو لعبة الرماية على وجه التحديد في مصر مش واخدة حقها، وبدأت تاخد حقها سواء إعلاميا أو على مستوى نظرة الدولة. لما وزير الرياضة يشرف بطولة أكتر من 4 مرات في خلال 4 أيام، فده معناه إيه؟ معناه إنه هو خلاص قرر وإن يعني وجد إنه لازم إنه هو ينظر ويهتم برياضات اخرى، غير لان احنا كمجتمع بنحب كره القدم ثم الهاندبول او كره اليد ثم الباسكت، ففي رياضات اخرى ممكن نجيب فيها ميداليات. ففي مشاكل يعني تتراوح بين ان ما فيش مدرب، انا عندنا مثلا كابتن مصطفى حمدي وكابتن عزمي محلبة مؤهلين للاولمبيات وخلاص اتصعدوا للاولمبيات، فالمدرب احنا ما عندناش مدرب خالص يدربنا بقالنا فتره كتير، فده بيعتمد على الخبرات بتاعتنا. وان كنا على فكره بقول وبنوه احنا كمصريين محترفين عندنا تالنت وعندنا زي ما نقول موهبه ربانيه للرمايه والقنص، ولكن لعبه الرمايه الاحترافيه محتاجه كذا حاجه غير الموهبه. طب. محتاجه بندقيه، محتاجه نوع خرطوش. يعني انا في البطوله اللي فاتت خرطوشه واحده بس نوعها مختلف خسرتني حاجات، يعني خسرتني اطباق فغيرت الخرطوشه في وسط البطوله. فالكلام ده احنا الموضوع احترافي قوي، فمحتاجه مدرب، محتاج مدرب يبقى مع حضرتك. فانا بدعو من خلال طبعا فرصه البرنامج اللي يعني سيادتكم ان يا ريت المدرب يبقى متاح قبل الاولمبياد، لان الموضوع مش اولمبياد بس، انا عندي بطوله العالم للرمايه في شهر 5 في ايطاليا، عندنا النشئ اللي عايز يطلع، الناشئين دول عايزين مدربين، فالمدربين يمكن عندنا مشكلة فيهم، ولكن أنا متفائلة لأن بدأوا يدركوا أن الرماية بتجيب لنا ميداليات، وإن شاء الله من خلال كده هيبقى في تواصل مع المدربين ومع التدريب والكلام ده كله. حلو جدا. وأصلا مؤخرا بقت الرياضات المختلفة وكمان الفردية خلينا نقول بتجيب ميداليات أكتر كمان من الجماعية، ومش بس فعلا كرة القدم زي ما إحنا بنقول. أنا بس عايزة أروح معاكي بقى لنقطة تانية بصراحة، طب ليه ما روحتيش من الأول لجنة الرياضة مثلا، بما ان احنا بنتكلم على باك جراوند رياضي؟ انا بحب زي ما حضرتك ذكرتي في اول الحديث بحب ما اقفش عند محطة، فلو كنت دخلت لجنة الرياضة هتوقف عن الرياضة، ف
فانا دخلت مجال جديد قلت انتهز فرصة لان الطاقة دلوقتي في مصر هي الايقونة العصر زي ما بيقول. فالطاقة انا بتكلم في السيارات اللي عايزين نحولها. أيوة. مصر لما تفكر في حاجة زي دي دلوقتي ده معناه ان احنا بدأنا احنا طول عمرنا بنفكر بعد ما الناس تفكر بعد ما الناس تنفذ اخيرا. وانا بقول لحياتك من واقع البرلمان اللي بحضره كل يوم انا بدأنا نفكر ما قبل ما الناس تفكر. يعني موضوع تحويل السيارات العالم كله خلال 5 سنين هيبقى في السيارات اللي هي بالكهرباء. فاحنا بدأنا نحول الغاز بدأنا نفكر ان الغاز ده هو بديل عن البنزين وبديل عن الحاجات اللي بتلوث البيئة. البيئة موضوع مش شجرة وقش الرز. البيئة عالميا في كل مجال هتلاقي البيئة لازم تدخل فيها. فأنا قررت أن أنا ما أدخلش. وسؤال ذكي جدا من حضرتك، أنا رياضية ليه ما أدخلش لجنة الرياضة؟ أن أنا بحب قوي أدخل مجال جديد وأدي فيه بصمتي وأبدأ أتعلم وأحاول أفيد وأستفاد من المجال ده. فعشان كده دخلت أتمنى أنا. كمان حضرتك يبقى يعني عندك فرصة كافية أن أنت تغيري حاجات كتير بيئيا تعيسة بتحصل في بلدنا. إحنا عندنا شريحة مش قليلة من المواطنين بيسيئوا استخدام أو بيسيئوا استغلال الحاجات الجميلة سواء اللي موجودة بشكل طبيعي رباني أو الحاجات حتى المستحدثة. يعني بتكلم حتى في سلوكيات الوعي أعمار سنية يعني صغيرة. يعني مثلا ما تركبي حضرتك عربية مترو مثلا فتلاقي مثلا يكتب. طالب بيكتب حاجات على مش عارف إيه معاه برجل في ضرب البرجل في مش عارف بيطلع السفنج اللي في الكرسي ليه. عندنا ناس بيروحوا أماكن سياحية عظيمة زي الأهرامات شخصيا وتلاقي حد كتب عليه إن محمد بيحب سوسة. احنا استفدنا ايه؟ الحضاره الفرعونيه اللي انتهكت دي عشان محمد وسوسن. النوع ده من السلوكيات محتاج يتفجر مش بس يتغير. بص حقيقة انا لما قعدت مع معالي وزيره البيئه بحكم ان احنا في اللجنه مع بعض، هي وزاره البيئه محتاجه تنسيق مع كذا وزاره. يعني وزاره البيئه لو انا حمل على وزاره البيئه العبء هيبقى عمرها ما هتنجح. أيوة. احنا في مصر محتاجين الفتره الجايه وده اللي القياده السياسيه بتعمله التنسيق بين الوزارات في أي موضوع، لأن الموضوع بيتم طرحه وتداوله من منطلق أو من منظور واحد بس، في حين أن أي موضوع بيبقى من كذا منظور. يعني اسمح لي، أنا من ضمن الناس المهتمة جدا بتكافل وكرامة. تكافل وكرامة أنت أخيرا، وبرضو إحنا بدأنا نسبق أخيرا، بصينا أن في حاجة اسمها القرية المصرية. لنجاح تكافل وكرامة احنا لازم يبقى فيه تنسيق بين جميع الجهات، لان البيئة ليها دور، التضامن ليه دور. طبعا. كل الوزارات يعني الوزارات المعنية وغير طبعا. المعنية والصحة والتربية عشان والتعليم. اوصل في الاخر ان انا بطلع نموذج القرية المصرية. يعني انا بحاول حاليا بصدد اتبنى قرية واقدمها للمجتمع. قرية تشمل جميع الجوانب، وده تحدي ان شاء الله يبقى انتوا ليكوا سبق او بقولها لكم. والموضوع مش مين الـ تحت رعاية ايه، لا هو الفكرة كلها ان انا بقدم نموذج. ادي القرية المصرية اللي انتوا عايزينها من ناحية التضامن، من ناحية البيئة، من ناحية الاطفال، من ناحية الوعي، من ناحية التعليم، من ناحية الـ 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 الفكر، من ناحية ان في ناس مش عارفة الانجازات اللي بتحصل. صح. انا لازم اوصل الناس اللي جوه القرى دي. احنا مش بنقول لكم حاجه خيال شو او مجرد يعني ان انا بستعرض، لا في حاجه مصر فعلا بدات تتحرك واخيرا بدانا نفكر. احنا كنا بننفذ وبعدين نفكر، دلوقتي بقينا نفكر، وعلى اساس هذا التفكير السليم المدروس والمدروس يعني مستعين انا بحكم دراستي للاقتصاد، الاقتصاد بيعني التخصص. انا زي ما بقول بالبلدي ادي العيش لخبازه. ايوه احنا بدانا ندي العيش لخبازه، بقى كل واحد بيفكر في مجاله وفي الاخر بنجتمع سويا عشان نضع قرار تحت قياده حكيمه ورشيده بنقدر ساعتها نوصل لنتيجه. فالحمد لله انا اتوقع ان شاء الله الفتره الجايه لما يبقى فيه تنسيق في كل المجالات هنقدر نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. انا بتفق مع حضرتك، يمكن بس ممكن اضيف حته بقى من ناحيه قانونيه شويه عشان دراستي انا لسه ما خلصتش فاضلي سنه. لازم كمان يبقى فيه الى حد ما قانون، يعني مش بس يعني وجود قانون لا يفعل، احنا عايزين قوانين توضع وتفعل وتكون رادعه في نفس التوقيت، لان الافعال اللي كريم بيتكلم عنها دي في دول اخرى نفس الشخص ما يقدرش يعملها، لان في كاميرا بتراقب، في حد بيحاسب. فهنا للاسف الشديد الناس الى حد كبير السلوكيات زي كده ما بيتعاقبوش عليها، فلا ده تخريب في الدوله، ده محتاج يكون في قانون وردع وعقوبه، ما تخلينيش او ما تخليش حد تاني ان هو يفكر يعمل حاجه زي كده. وحضرتك قلتي مربط الفرس، احنا عندنا في مصر قوانين كتيره جدا،
في قوانين كتيرة جدا، هي الفكرة في التنفيذ والردع، لأن أي قانون يعني بياخد أو بيستمد قوته وسلطته من الردع، من الأدوات المواد اللي في القانون. يعني حضرتك على سبيل المثال، احنا في قانون بيقول تجريم الشيشة لمن هم أقل من 18 سنة، وأنا بصدد المشروع القانون ده إن شاء الله أقدمه. القانون ده معمول أربع قوانين على مدار من الستينات. طب هل هو بينفذ ولا لأ؟ والتدخين في الأماكن المغلقة يا ريت ينفذ. الكلام ده كله لازم ردع. فالردع ده بيجي من وعي الشارع إن لأ، البلد مش هتسقط على غلط لحد بعد. ده بقى اللي نفسنا نوصل له، ان الردع يكون مجتمعي، ان الناس تستنكر الافعال اللي مش مظبوطه اللي بتحصل، بخلاف طبعا تفصيله الكاميرات والقانون و يعني نفسنا نوصل للمرحله دي، ان ما حد فينا يشوف حاجه مش مظبوطه يستنكرها ويعمل على تغييرها. فطبعا احنا بنتمنى لحضرتك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. اسعدتينا ونورتينا. شكرا جزيلا. انا سعدت بحضرتك، واحنا جيران على فكره، احنا قبل الهوا اكتشفنا ان احنا جيران بينا نادي الصيد. بس تعلمي رمايه خلاص كده هنسيب. يا ريت والله، يا ريت المره الجايه اجي ونجرب. اوف ده كده بيشكل خطر على اسره العمل في البرنامج. وهي حقوق يعني هتتعلم رمايه وتدافع عن نفسها. اهلا وسهلا. نورتينا استاذه او ست النائبه، بس ست النائبه اميره او شقه. فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم.